بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما كنت نبغي أصلاً كتابة الخطابات غير نظراً لأهمية هذا الموقف ولرمزيته التاريخية ولرمزيته السياسية ولأهميته، قررت أن أكتب هذا الخطاب ليكون وثيقة سياسية ومرجعية لمن يريد الرجوع إليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد المترشح محمد للشيخ محمد أحمد للغزوان، السادة والسيدات كل باسمه ووسمه وصفته، الإخوة الصحفيون، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن بعد فترة وجيزة من الموقف الذي اتخذناه وأعلناه نلتئم في هذا الحشد المهيب، مؤكدين ما قررناه وموضحين لكل أبناء وطننا خلفياته ومسوغاته، ومهيبين بهم أن يلتحقوا بنا في مسار أردناه للوطن، اجتماعه على أساس الوطن، واصطفافه من أجل الوطن، وهدفه خدمة الوطن، واختياره لمصلحة الوطن. أيها الجمع الكريم، دون شك تمر بلادنا العزيزة علينا بلحظة مهمة ودالة، سواء في رمزيتها أو فيما ينتظره الناس منها. إن احترام الدستور والضرب صفحاً عن كل دعوات التغيير والتحوير له والتي أغرت آخرين معروفين لمكسب كبير يحسب لهذا النظام وللرئيس محمد عبد العزيز. كما أن تقدم السيد محمد للشيخ محمد أحمد للغزواني للترشح لرئاسة الجمهورية جاء ليتمم بخير ويضمن ما تقتضيه اللحظة من تراكم وعدم قطيعة من ناحية، وما تستلزمه من ترميم وإصلاح. وإذا كان من الإنصاف والموضوعية الاعتراف بأنه تحققت إنجازات مرئية وفتحت أوراش عديدة طالت عدة مجالات، فإنه من المسؤولية والجدية القول بأن معالجة الاختلالات مطلوبة وإصلاح الأعطاب واجب. إن الاكتفاء بالاستمرار والتكرار لا يليق بحركية الحياة ولا يناسب تطلعات الشعوب، كما أن التنكر للمنجزات وتجاهل المكتسبات صفة سلبية لا تليق بدعاة الإصلاح والساعين إليه. لقد وجدنا دون كبير عناء هذا التكامل في شخص السيد محمد للشيخ محمد عبد الغزواني، فرأينا أن التخلف عن ركبه لا يناسب قوما كانت جهودهم طيلة تاريخهم السياسي منصبة على ما يعود للوطن ووحدته وديمقراطيته وتنميته بالخير والفلاح. لا يضر العمل السياسي شيء مثل ما يضره الجمود، ولا يعيق عمل المصلحين شيء مثل ما تعيقه الرتابة والعجز عن رؤية ما يستجد ويكون. إن لبلادنا آفاقاً حقيقية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية. إن التعامل مع هذه الآفاق يستدعي عدم الارتهان للمقاربات التقليدية والبعد عن الأسر في قوالب لم تعد تناسب ما تقتضيه اللحظة ويستحقه الوطن والمواطن. أيها الجمع الكريم، إن أهلنا في مختلف ربوع الوطن وفي الجاليات في الخارج يأملون أن لا نضيع هذه الفرصة، وأن يكون موقفنا مجدياً ومفيداً وذا أثر. إن الفلاح في أرضه والعامل في مصنعه والطالب في جامعته والموظف في قطاعه والطبيب في مشفاه والعاطل في شارع والتاجر في متجره، كل هؤلاء يأملون أن تكون الرئاسيات القادمة
موعداً لحل المشاكل وفتحاً لآفاق أمام كل ذي مطلب وقضية. يأملون أن تكون الرئاسيات القادمة موعداً لحل المشاكل وفتحاً لآفاق أمام كل ذي مطلب وقضية. لقد خطت المرأة الموريتانية خطوات ملموسة في سبيل دور فاعل وشراكة حقيقية، ولا نرى لها موعداً لتعزيز ذلك وتطويره إلا مع هذا الخط وهذا المرشح. أما الشباب رغم أنه يشارك فإن طموحنا له لم يتحقق بعد. إن وحدتنا الوطنية التي يتربص بها الكثيرون ويفرط في مقتضاها البعض لتحتاج تعزيزاً وحمايةً من محاولات النيل منها، سواء من طرف محترفي التفريط أو ممتهني الإفراط. وعقلانية مرشحنا وتصريحه في خطاب الترشح مطمئنان في هذا السياق. أيها الجمع الكريم، إن الانتخابات الرئاسية في بلد نظامه رئاسي موعد مهم وحساس، ولا يسمح فيه بممارسة الهوايات، ولا يقبل فيه بتسجيل المواقف فحسب، بل هو الحسم والترجيح بناء على بوصلة الإصلاح والعمل على ما ينفع الناس. من هنا كانت دعوتنا لأهلنا وأبناء وطننا أن نصطف في التزام سياسي ضابطه الوطن وموجهه مصلحة الوطن مع السيد محمد الشيخ محمد عبد العزواني. وفي السياق ذاته نعلن اليوم عن تأسيس تيار التجمع من أجل الوطن. نحن والذين تجاوبوا معنا ورضوا أن ننطلق معاً في عمل وطني جاد وفعال نسهم به في انتصار خيارنا الرئاسي، ثم نشارك به في بناء الوطن وحماية وحدته وضمان ديمقراطيته وتحقيق تنميته. إننا في تيار تجمع من أجل الوطن نشكر كل الذين تجاوبوا معنا ولبوا نداءنا، كما نشكر ضيوفنا وأحباءنا الذين شرفونا بحضورهم، ونشكر قبل ذلك وبعده المترشح لرئاسة الجمهورية محمد الشيخ محمد أحمد الذي ازدان به جمعنا. والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتوصية أيها الإخوة والأخوات، في توصية وصى بها المنسق سيد محمد الحبيب، نختار نوصي بها ما تفوتني الفرصة لجمعكم هذا المبارك، لين نقولكم عن التسجيل. ما تلا فيه ما هو أسبوعين، والله ثلاثة، لا أسبوعين وعود، والله أسبوعين تقريبا. يا اللهتنا كاملين نسجلوا، نعيد التسجيل اللي منا كان مسجل في مدينة ما هو لا يزرق فيها، كان مسجل لأغراض أخرى ولأسباب أخرى. يا الله يعيد التسجيل في المدينة اللي يصوت فيها وفي المكان اللي يصوت فيه، ويحسس أقاربه وجيرانه وأصحابه على عنها فرصة ما تفوت. وإحنا داخلين معركة، ومعركة السلاح الوحيد هو التسجيل وتحصين التسجيل والزرق لمرشحنا. والسلام عليكم ورحمة الله.